وسيلة للحصول على الأخبار المختلفة في المجالات العلمية والدينية والثقافية. إنه مثلا في أخبار صارت حدث صار برا مثلا برا البلد أو برا مدينة، تقدر عن طريق الفيسبوك أو الموقع التواصل. ناس بيكتبوا على الفيسبوك مثلا مشاعرهم، بيظهروا الأشياء اللي جواهم. طريقة التعبير عن رأي في الأحداث السائدة في العالم أو في أي مجال، في مجال في من مجالات الحياة. إنه مثلا بدك تعبر عن رأيك في أحداث صارت في العالم، مثلا صار حدث بدك تعبر عن الحدث اللي صار. مثلا هن موقع التواصل الاجتماعي بيعملوا فيه إشي، إنه مثلا إنه مخصص إنه الناس يحكوا مع بعض، بصير بينهم مش شراكة، تواصل. ضياع الساعات وهدر الأوقات وأوقات كثير من الأعمال التي يمكن أن ينتفع بها الفرد وينفع بها غير عقله التواصل الشخصي مع الأسرة والأصدقاء، وضعف الرابط والعلاقات الودية بسبب قضاء الوقت الكبير على الفيسبوك. إنك تقضي نص أغلب وقتك وأنت على الفيسبوك أو أنت على المجال بيصير عندك إدمان. مشي الأطفال البيوت والخصوصيات التي ينبغي إنه يتخبوها، ما حدا يقولها، الأشياء اللي بتصير في الدار ما حدا مش لازم تكتبوها على الفيسبوك.